ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. كان عليكم رقيبا. فسبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أعمال الإنسان مراقبة، وأقوال الإنسان مراقبة، وأحوال بني آدم مراقبة. فإن ابن آدم لم يخلق في الأرض إلا خليفة في هذه الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة، كلف بتكاليف، وأوجب الله عز وجل عليه أمورا، وأحل له أمورا، وحرم له أمورا، امتحان وابتلاء. عندما كان آدم في الجنة نهاه الله عز وجل أن يتبع وسواس الشيطان، قال تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا تظمأ فيها ولا تضعى. لكن فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فوقع آدم في الخطيئة ونحن ولده. فيا أيها الأخ الكريم، إذا قلدت أباك، بمعنى أنك عملت نفس ما عمل الأب، قلدت أباك في الخطأ، فقلد الأب في التوبة. قلد أبوك في التوبة. آدم عصى لكن ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم وحواء. قصة أبانا وأمنا آدم عليهما السلام وما وقع فيه من الخطأ، إنها تجسد أو تختصر قصة الإنسان أيا كان هذا الإنسان. فكل ابن آدم خطاء، لكن كن من خير الخطائين، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد الذي لا خطأ فيه، يتقي فيه الإنسان العبارات، يتقي فيه الإنسان التجريح. يا إخوة، يا أيها المسلمون، إن الحروف تشتكي من الألسنة. ألسنة الناس في هذا اليوم، في هذا الزمان، تشتكي منها الحروف. الحروف تشتكي إلى الله. الحرف إما أن يقربك إلى الله وإما أن يبعدك من الله. لا أقول ألف لام ميم حرف، يعني ألم، هذه ألف واللام ثلاثة حروف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أقول إن هذه حرف، ولكن ألف وحدها حرف، ولام وحدها حرف، وميم وحدها حرف، وكل حرف بعشر حسنات.
لكن المصاحف على الأرفاف، انظروا من يقرأ بالمصحف اليوم، من يقرأ المصحف اليوم؟ ثم إذا قرأ هل يقرأ بقلبه وروحه وعقله؟ هل يحس ويستشعر أن هذا الكلام هو كلام الله، وأن المخاطب بهذا الكلام هو أنت وأنا؟ أيها الأخ المسلم، عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لماذا لا أشعر أنا وأنت أن الرسالة إلينا، أننا مخاطبون بهذه الكلمات؟ إنها قسوة القلب، إنها قسوة القلب. وفي الواقع يحال بين الإنسان وبين التأثر بالقرآن الذنوب والسيئات. قال تعالى كلا بران أي غلف وأغلق على القلوب ما كانوا يكسبون. أيها الإخوة، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. وتكفي كلمة فاز، تكفي كلمة فاز، حكم من الله سبحانه وتعالى بالفوز، لكنه تعالى يقول فقد فاز فوزا عظيما، لأن فوز الآخرة لا يعدله فوز، لا يعدله فوز. عندما يرى الإنسان منا الرجل قد نجح في حياته العلمية والعملية والمادية، بنى واشترى وباع وملك، فقل لك هذا رجل ناجح، هذا رجل فائز. لكن ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، لكن فوزه لا يقارن بأي فوز آخر، لأن هذا الفوز وصفه الله تعالى فقد فاز فوزا عظيما، لأن ليس بعد الجنة فوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز. لكنه التدبر في كلمات الله، الاستشعار، القلب يتأثر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، من يخاف، لكن الذي لا يخاف ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، لكن الذي لا يخاف، الذي لا يخاف من الله، على قدر خوفك من الله في الدنيا اليوم يكون الأمان يوم القيامة. قال تعالى أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن. اليوم في الدنيا مجرد تحصل بعض الثورات والانقلابات وبعض الاضطرابات يقول لك الناس والله نحن نبحث عن نعمة الأمن، يبحثون عن الأمن والأمان. فكيف بيوم عبوس كان شره مستطيرا، عبوسا قمطريرا شره مستطيرا، وقيل من راق وظن أنه الفراق، يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه. يوم مشهود كان مقداره 50,000 سنة، الناس إلا من رحم الله في غفلة عن ذلك اليوم، وهو يوم ينبغي للمسلم أن يخاف من الله كثيرا، أنه يوم لمن الملك اليوم، اليونسكو لا تحكم في ذلك اليوم، منظمة الأمم المتحدة اليون لا تحكم في ذلك اليوم، الحلف الأطلسي والحلف غير الأطلسي لا يحكم في ذلك اليوم. لقد ذهبت الأرض ومن عليها، طويت، رفعت الأقلام وجفت الصحف،
ونصب الميزان ونضع الموازين القسط، ليس ليوم القيامة. في يوم القيامة هناك بروتوكول خاص، فلا تظلم نفس شيئا، والحساب عسير، وإن كان مثقال حبة من خردل، حبة الخردل هي أصغر من نقطة برأس دبوس، حاجة صغيرة جدا، أتينا بها والقضية وكفى بنا حاسبين. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يوجد أحد يعذب مثل عذاب الله، ولا يوثق وثاقه أحد. لو وضعوا ما وضعوا في يدك من الأغلال والسلاسل ليست كالأوثاق التي توضع في يد الناس يوم القيامة في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، لا يؤمن ولا يحض على طعام المسكين، لا يشجع ولا يدعو ولا يفعل، إلى آخره من المصائب التي كان يرتكبها في الدنيا. اليوم عمل قال رسول الله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اليوم أيام العمل، لكن غدا حساب ولا عمل. لا يوجد حج في يوم القيامة، لا يوجد رمضان في يوم القيامة. الأعمال قد انتهى وقتها. إن صلاة الجمعة اليوم إذا انتهينا منها لا نعيد الصلاة، خطبة الجمعة اليوم إذا انتهينا منها لا نعيد الخطبة، انتهت المسألة. تأتي يوم القيامة وتحاسب، إما تثاب وإما تعاقب. وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا أشرق قلبك بأنوار السنة ومحيت منه البدع والضلالات والخرافات، وكنت رجلا يعشق محمدا صلى الله عليه وسلم ليس عاطفة وقولا فحسب، ولكن قولا وعاطفة وعملا واتباعا واقتداء، فقد فزت أيها الأخ الكريم، فقد فزت أيها الأخ الكريم. المرء يحشر مع من أحب، المرء يحشر مع من أحب، لكن المحبة الصادقة. دعونا من المحبة الصفراء الكاذبة المنافقة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، لعمري إن ذلك في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لا ينفع أن الإنسان يقول أنا والله أحب الله ورسوله، لكن حياته من ألف إلى الياء ليس فيها الله ولا رسوله، لا يوجد فيها لا نور الله ولا أثر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حب منافق. أيها الإخوة الكرام، الكلمة لها مسؤولية، لها تبعات، بمعنى أنها تكلف الإنسان تكلفة غالية، إما أنها تكلفة غالية في الدنيا أو تكون تكلفة غالية في الآخرة، لأن الإنسان يحاسب على الكلمات. ليس اللسان قد خلق والله عز وجل وضعه في الإنسان وجعله في الإنسان عبثا، لكن اللسان جعل اللسان على ما في القلب دليلا، فما في قلبك وما في نفسك إنه
يظهر على لسانك من خير أو شر. الحمد لله الذي قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لديه رقيب عتيد، الكلمات مراقبة، إذن كل شيء مراقب. الواحد منا عندما يقود السيارة ويأتي عند إشارة المرور يقف، نسبة الذين يقفون احتراما لغيرهم من الناس هي قليلة، لكن 90% من الناس يقفون خوفا من الغرامة. لو كانوا يعلمون أن الطرق لا تراقب وأنه قد يقبض عليهم لوجدت الناس كل واحد منهم يحاول أن يكون هو الأول ويسرع ويأخذ الطريق. هذا هو الواقع، هذه هي حياة الناس اليوم. لما علموا أن الأمور مراقبة أصبح الإنسان في خوف ويحسب الأمور. الله عز وجل يعرف طبيعة الإنسان وضعف الإنسان، ولهذا عليك أن تتخيل الأمر تقريبا هكذا، لأنه ما يلفظ من قول إلا وهو مراقب، إلا لديه رقيب عتيد. الفرق فقط أن العقوبة في الدنيا تراها ربما في فترة زمنية سريعة، لكن عقوبة الآخرة مؤجلة، وأحيانا لا تؤجل كثيرا، لأن بعض الجرائم الله عز وجل يعجل عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة. بعض الجرائم تكون جرائم ساخنة لا يحتمل تأجيل العقوبة، فتأتي العقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. لكن لأن الله حلمه ورحمته سبقت غضبه وعذابه عجل، يعني أجل العقاب ليوم الميعاد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. إذن اللسان أمره شديد أيها الإخوة، كلمة واحدة يعني تخرب بيت بكامله، تقضي على أسرة كلمة واحدة. كلمة الطلاق على سبيل المثال تفرق بين الرجل وامرأته، وتحرم الرجل على المرأة، وربما يكون تحريما يعني لا تحل له إلا بعد أن تتزوج بزوج غيره. إذن الكلمة أمرها شديد أيها الإخوة، بكلمة واحدة تقتل روح، ممكن اقتل قتل. بكلمة واحدة يدخل الإنسان الجنة وقد يدخل النار. يا عمه، كلمة واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في سكرات الموت: كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. كلمة واحدة تدخل الجنة. أيها الإخوة الكرام، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الكلمة إذا قالها الإنسان تطير في الهواء وتتلقفها الأسماع، لكن اللسان الآلة التي ذكرت هذه الكلمة هي التي سوف تكون معي إلى قبري، سوف أصطحبها معي، ثم بعد ذلك هذه الآلة سوف تحاسب عن الإصدارات، هذه المطبعة التي طبعت الكتب التي عددها لا يعد من الكلمات، سوف يأتي هناك إحصاء كامل وتحاسب هذه المطبعة عن الكلمات التي خرجت منها. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قل خيرا أو أصمت. الصمت أرحم من كلمة الشر، الصمت أرحم من الكلمة الخبيثة
التي تفسد بين الناس. تأتي المرأة مرت بمأساة زوجية مع زوجها، وحدث بينهم طلاق وفراق، ثم تجد امرأة أخرى تعيش مع زوجها في بحبوحة وهناء، فيحرق قلبها الحسد والغيرة. النفس إذا خبثت خبث كل شيء، يحرق قلبها الحسد والغيرة. كيف أعيش حياة عيسى وتعيش وهذه حياة سعيدة؟ فما تلبث إلا وتبدأ معها في الكلمات، وتبدأ معها في الأفكار السوداء، احذري من كذا، قولي له كذا، لا تسمعي له في كذا، إياك من كذا، وافعلي له كذا، فتنكد على تلك الأسرة سعادتها. ثم بعد ذلك يحدث طلاق آخر في ذلك البيت، فما تهدأ نار قلب تلك المرأة من تلك الغيرة والحسد حتى ترى أختها تعيش نفس الفيلم، نفس المأساة. فإذا رأتها مطلقة شفي غليلها وارتاح قلبها. هذا موجود. والرجل يرى أخاه يشتغل، ويشتغل بلوخ دينست، ويشتغل في العمل وأموره جيدة وأحواله المادية جيدة، وهو عاطل لا يجد عملا ولا يجد مالا، فيأكله الحسد والغيرة، ثم يصبح يتكلم بالكلمات ويأتي بالأفكار وهكذا وهكذا، إما أن يفسد على أخيه، وإما أنه لا يرتاح إلا أن يقول في أخيه شيئا غير حسن. سبب ذلك نار الحسد، نار الغيرة والحسد، الذي لا يكون إلا على ما ليس له قيمة وهو حطام هذه الدنيا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت قواعدها ثابتة، لأنها تنبع من أصول ثابتة، أصول طيبة من الفطرة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الله أكبر، الله أكبر. ويضرب الله الأمثال للناس، الله يضرب لنا الأمثال لعلهم يتذكرون، لكن من يتذكر ومن يتفكر في هذه الأمثال أيها الإخوة؟ الرجل الطيب كلامه طيب. كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا مجالسهم يتخيرون من الكلام أطيبه، يتخيرون أطيب الكلام كما يتخير أحدنا أطيب ثمر، تقي أطيب الثمرات. فلا يخرج من ألسنتهم رضي الله عنهم إلا الكلمات الطيبة التي تضمد الجراح، التي تجمع القلوب، التي تؤلف بين الناس، التي تدعو إلى الخير، التي تنهى عن المنكر، التي تنصح الناس. هكذا كان كلامهم، لأن هكذا كانت قلوبهم. لا يعرفون الأنانية، لا يعرفون الحسد والبغضاء والكراهية والأحقاد، لا يعرفون النفاق الاجتماعي والنفاق الديني. السلام عليكم يا كلاباس، أنس نورت لنا، كلام كله نفاق، لا يوجد كلمة واحدة خارجة من القلب. أيها الإخوة، لقد سئمنا هذه النجاسات، آن الوقت أن يغتسل الإنسان من هذا الوحل. اللهم نعوذ بك من الخبث ومن الخبائث. إن أعظم الخبائث، الخبائث التي تقذفها الألسنة،
إذا الله عز وجل يقول في حق الوالدين ولا تقل، لم يقل ولا تفعل، ولكن ولا تقل، القول خطير. ولا تقل لهما أف، لا استثناء، الأب والأم كيف مثل بعض. أف تتكون في اللغة العربية من حرفين اثنين، أصبحت عقوق، عقوق من كبائر الذنوب. لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا من العقوق، اللهم ارحمنا من داء عظيم وبلاء، بلاء إذا أصيب به الإنسان حقت بركته في هذه الحياة. لا بركة للإنسان إذا وقع في العقوق، لا بركة. العمر لا بركة فيه، الولد لا بركة فيه، المال لا بركة فيه، الصحة لا بركة فيها. إذا وقع العبد في العقوق فقد وقع في أمر عظيم. اللهم أعذنا من العقوق. وسبحان الله الذي جعل العقوق في حرفين، وجعل البر في كلمات، وقل لهما، أيضا لم يستثني الأب والأم، وقل لهما قولا كريما، زاد في الحرف. إذن البر تضحيته لازم أن تكون كثيرة، فيه تعب وفيه مشقة. قولا كريما، كلاما كثيرا. القول الكريم معناه كلمات كثيرة، أما العقوق حرفين ممكن أن تسقط فيك، تسقط بك في بحر العقوق. مسؤولية الكلمة، الكلمة أمرها عظيم أيها الإخوة. وتعال معي إلى أعظم الكلمات، أعظم كلمة تقال، أعظم كلمة يقولها اللسان. لو وضعت السماوات السبع في كفة، ووضعت الأراضين السبع في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. إذن الكلمة أمرها عظيم، وهذه هي رأس الكلمات وتاج الكلمات وأعظم الكلمات. خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. اللهم أعنا على ألسنتنا، اللهم أعنا على ألسنتنا، اللهم أعنا على ألسنتنا، اللهم نقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا يليق بجلال قدره وبعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. كل كلمة من كلمات وفقرات هذا الحديث هي قانون، هي دستور، هي دستور، مادة من مواد الدستور. عندما تقول للناس قانون يسكت، يرجع إلى الوراء، يقول لك لا يخالف القوانين.
فما بالك بكلمات قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا ويشير إلى صدره الشريف ثلاثا صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. عندما تأتي إلى هذا الحديث وتريد أن تتكلم عليه، هو يحتاج إلى خطبة كاملة وإلى درس كامل. لكن عندما تأتي تحلل كل فقرة من فقرات الحديث، تجد أن أصل الداء في كل فقرة من هذه الفقرات اللسان يلعب دور كبير جدا. احتقار المسلم، آلة الاحتقار غالبا ما تكون الكلمات. عندما تهين أخوك المسلم أو تذل أخوك المسلم، الرجل يقف على الباب ثم يأتي له أبو الزوجة ويقول له: ماذا تريد؟ وناقل الكفر ليس بكافر. يحدثني الرجل قال لي: والله عند الباب يقول لي: يا ابن الكلب انت بتعمل ايش يا هنا؟ والرجل جاء ليصلح زوجته ويصلح مع ولده، ثم يسب من والد زوجه، رجل مسن. انظر اخلاق المسلمين اليوم، هذه اخلاق المسلمين اليوم. الرجل جاي نادم وجاي يعني يطلب الصلح ويطلب انه يعني يعالج الامور، يجمع شتات الاسره، ثم يقف له ابو الزوجه عند الباب ويتكلم معاه بهذا الاسلوب. قال لي: والله يا شيخ، رجل يعني في الستين. هكذا هي احوالنا نحن، هذه هي مصيبه المسلمين اليوم. ياتي اليك في المسجد يصلي ويركع ويأخذ المصحف ويرى القرآن ويقول: الحمد لله، استغفر الله، يهز رأسه يوم الجمعة. ثم لما تأتي المعاملات وتبدأ الحياة العملية الواقعية، تتعامل معه في الدرهم والدينار، تظهر حقيقة الإنسان. تقع مشكلة اجتماعية معينة، تظهر حقيقة الإنسان. من أجمل الأمثلة التي يقولها الناس في المغرب، يقولون: إن رائحة الكمون لا تخرج إلا بعد أن يفرك الكمون، يحك ويفرك الكمون تخرج رائحته. كذلك بعض الناس طينته وحقيقته المواقف والامتحانات والابتلاءات. ولهذا الدنيا لم نخلق فيها حتى نمشي تحت الشمس ونشم الهواء ونتفرج على الورود. هذا تمتع جعله الله عز وجل رحمة بالإنسان وموعظة وعبرة إذا تفكر عبادة يكون. لكن المسألة الحقيقية من خلق الإنسان عبادة الله، وعبادة الله بالصدق في مثل هذه المواقف. قال لي: والله يا شيخ، تمنيت أني دخلت الأرض وتمنيت أني ما ولدت، لأن هذه الكلمة الإهانة التي سمعتها ما سمعتها من شباب صغار عشتنا معاهم أيام جاهلية جهلاء، فكيف أسمعها من والد الزوجة الذي هو جد الأولاد؟ تحليل، ما هو التحليل؟ التحليل أن هذا الرجل وأمثاله لا يراعون مسؤولية الكلمة، لا يعرفون أن الكلمة هذه لها خطر عظيم جدا. كلمة يقولها العبد من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. وانظر إلى مثل هذه الكلمات ووضعها في أي قاموس. تريد تضعها في أي قاموس مثل هذه الكلمات؟ الكلمات الخبيثة، كلمات التي لا تدعو إلى الخير. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، نحن نقول الحقرة، الإذلال للناس، الإهانة للناس. عندما يأتي الواحد منا فرحانا بما في جيبه من الأموال
ويوقف السيارة في أي موقف من المواقف في بلادنا الإسلامية الفقيرة، ثم يأتي الفقير يعس على السيارة ثم يعامله يعني من طرف اللسان ومن طرف حرصها مزيان وخذ كذا واعمل، لا يوجد احترام، لا يوجد تقرير. لماذا تحقر الفقير؟ يا فقير الخلق، يا فقير الدين، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ لأنه فقير، لأنه مسكين لا يجد قوت يومي، تتعامل مع هذه المعاملة. مسح الزجاج مزيان واعمل هذا مزيان، وعندك تفعل كذا وعندك تفعل كذا. والله إن هذا يشقق القلب. لماذا هذا؟ لماذا؟ لماذا نحن المسلمون نتعامل بهذه هذا المستوى؟ المسلم أخو المسلم، لماذا نقول يا أخي وتعامل معه بأسلوب المسلم؟ إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، أخوة، تتلطف معه وتتكلم معه بكلمات جميلة وتبتسم في وجهه، وإذا كان يأخذ من الآخرين قليلا أنت تعطيه كثيرا، وتدعوه إلى الله وتنصحه النصيحة الطيبة، وإذا كان لا يصلي تدعوه للصلاة، وإذا كان يشرب السجار تدعوه إلى أن يترك ذلك، وتتلطف معه وتتعامل معه وتقبله وتحتضنه. المعاملة الأخوية تكون هكذا، لكن نحن هكذا نعامل بعضنا بعضا للأسف الشديد، للأسف الشديد. إياكم الظن، يدخل علينا أحد الناس الآن في المسجد لا نعرفه، مجرد أن نراه من بعيد لا يظن به إلا الظنون السوداء، مجرد أن يدخل يقول من أين هذا الرجل؟ وكيف شكل هذا؟ ومن أي بلد يكون؟ وهل عنده الأوراق ولا ما عنده الأوراق؟ وهل هو خدام ولا ليس بخدام؟ والطوموبيل دياله يعني السيارة ما شكلها؟ وإذا كانت شكلها جميلة فأكيد يبيع في الحشيش هذا، وإذا كانت سيارته ليست جميلة فإنه أكيد أنه هذا رجل يعني هذا رجل لا الواحد لا يسلم عليه، لأنه هذا فقير. ماذا تفعل؟ الفقير إذا سلمت عليه هو فقط يكون يعني مشكلة، يكلفك التكاليف. على العلاقة مع الفقراء تكلف الديون وتكلف المشاكل، سوف يأتون إليك ويستدينون منك ويطلبون منك المساعدات والخدمات والصدقات. أحسن تعرف على الأغنياء فقط، الطبقة المليانة، لأن هؤلاء تستفيد منهم المصالح وتستفيد منهم الأموال والفلوس، تستفيد منهم وتستفيد منهم حتى إذا رآك الناس معاهم يزيد يقدروك أكثر. الفقير إذا رأته الكلاب كشرت عن أنيابها، وإذا رأت غنيا يوما ماشيا حركت أذنابها. حتى الكلاب تميز بين الفقير وبين الغني. يا لطيف، الظن أكذب الحديث. ابتعد عن هذا السوق لأنه سوق خاسر، سوق خاسر. التحاسد، التباغض، كل المشاكل الموجودة في هذا الحديث والأمور التي نهانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجد أن اللسان يلعب دور رئيسي فيها. نشر التباغض بين الناس، التحاسد بين الناس، التجسس على الناس. الواحد لا يطمئن حتى يعرف فلان وكيف وماذا فعل ولماذا قال وماذا اشترى وماذا باع وكم لديه من الأولاد وكم لديه من البنات. يا أخي أقسم بالله العظيم، يعرفون حتى عمر بناتك، وأحيانا يكون الأب والد البنت لا يعرف ابنته كم عمرها، وتجد الرجل الذي لا تعرفه أنت يقول لك بنتك اللي عندها 12 سنة. ومنين عرفتها أنت يا أخي؟ ومنين لك أنت المعلومات؟ السجل، سجل الأحوال الإزديات عندك أنت أو كيف؟ لكن يوجد ناس لا قضية لهم، لا هم لهم إلا جمع المعلومات. وزارات الداخلية تشتكي منهم. عقلك ولسانك وقلبك لقد أشغلته بما لا ينفع. لو أشغلته بالقرآن، لو أشغلته بحفظ حديث رسول الله، لو أشغلته بالتسبيح وذكر الله كان أفضل. لماذا عقلك يعني ملأته بأخبار الناس وقصص الناس ومعلومات عن الناس، وفلان طلق شحال مرة وفلان تزوج شحال مرة
وفلان عمل عقيقة ولا ما عملش العقيقة، وعلاش ما عمل العقيقة، وعلاش ما دعانا للعقيقة، وتعيش في عقيقة عقيقة عق يعق عقا. متى تخرج من هذه الدائرة؟ متى تعرف الجنة؟ متى تعرف الفردوس ونهر الكوثر؟ متى نعرف الله رب العالمين؟ متى نعرف جنة النعيم؟ لكن هناك جاهلية في أيام الكمبيوتر والذرة، هذه الجاهلية نعيشها الآن، ليست جاهلية التكنولوجي، ليست جاهلية الكتابة والقراءة، لكنها جاهلية القلوب والأرواح، قلوب ميتة وأرواح ميتة. وتجد أحياناً الواحد منهم نظرات الاستهزاء والاحتقار والتململ، وعندما تجلس مع الواحد تريد أن تعرف ماذا في قلبي تجد فقط الكراك. لماذا هذا الوعاء الذي أعطاه الله طاهراً، كل مولود يولد على الفطرة، لماذا الإنسان يعبئه مثل كيس الزبالة حشاكم ويملأه بالأوساخ؟ الله يقول إلا من أتى الله بقلب سليم، وهو لا يريد أن يأتي إلى الله بقلب سليم. اللهم أعنا على قلوبنا، اللهم أعنا على ألسنتنا، اللهم اجعلنا أتقى خلقك، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. احفظوا هذا الدعاء، دعاء جميل. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا رب العالمين. أعذنا من الكبر، أعذنا من الغرور، أعذنا من التعجرف، أعذنا من الأخلاق السوداء، أعذنا من القلوب المظلمة والكلمات الخبيثة، واجعلنا من عبادك الصالحين. أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا والصبر على ذلك. اللهم اشف مرضى المسلمين، ارحم أموات المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Beste broeders en zusters, hier volgt een vertaling van de lezing van de preek. In de naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer. Niets op deze wereld ontglipt aan de aandacht van uw Heer. Uw Heer is op de hoogte van uw daden en uw uitspraken. Uit het verhaal van de eerste man en vrouw, Adam en Eva, kunnen we diverse lessen trekken. Wij maken allemaal, zoals Adam, fouten, maar we zouden allemaal, net zoals Adam, oprecht berouw moeten tonen. Helaas is de praktijk van velen van ons vandaag anders. Hoeveel van ons lezen bijvoorbeeld elke dag de Koran? En als ze de Koran al lezen, hoeveel van hen worden echt geraakt door de Koran? Dus beste broeders en zusters, weet dat dit komt doordat de zondes en fouten een barrière vormen tussen uw hart en de Koran. Beste broeders en zusters, weet dat we op een dag voor onze Heer moeten staan, op de dag des oordeels. Een dag waarin geen enkele daad onbedekt blijft, ook al is deze daad zo klein als een mosterdzaadje. Daarom, beste broeders en zusters, zouden we ons moeten haasten in het verrichten van de goede daden. Vandaag werk je en morgen word je over dit werk beoordeeld. En degene die zullen slagen, zijn diegenen die naar het woord van Allah luisteren en het voorbeeld van hun profeet, sallallahu alaihi wasallam, volgen. En besef dat ook de woorden die je uitspreekt aan een beoordeling onderworpen zullen worden. Het gaat niet alleen om daden, maar het gaat ook om de woorden die je uitspreekt. Het is namelijk niet zo dat wat je zegt en uitspreekt vandaag de dag verloren gaat op de dag des oordeels. Sommige woorden kunnen namelijk een vernietigend effect hebben. Bijvoorbeeld, op het moment dat je de scheiding uitspreekt, dan wordt het huwelijk door dit woord ontbonden. Daarom, beste broeders en zusters, volg het volgende advies. Zeg, als je iets wil zeggen, iets goeds. Of anders, zeg niets. Stilte is namelijk beter dan een slecht woord, dat mogelijk tot een slecht resultaat kan leiden. En pas verderop dat je vanwege jaloezie
kwaadaardige adviezen gaat geven. Volg hierin het voorbeeld van de profeet sallallahu alaihi wasallam en zijn metgezellen. Zij kenden namelijk alleen goede woorden met zuivere adviezen en verschoond van jaloezie, afgunst en hypocrisie. Met andere woorden, zij kenden geen jaloezie, afgunst en hypocrisie in hun woorden. En het woord dat het meest krachtigste is, is het woord La ilaha illallah. Er is geen God dan Allah. Deze zin heeft een enorm gewicht in de weegschaal. Het is namelijk zwaarder dan aarde. Verder, beste broeders en zusters, pas op voor het hebben van verkeerde vermoedens. Pas op om elkaar te bespioneren in wat iemand doet, zodat je dat kunt doorvertellen aan anderen. En pas op om elkaar te haten. Want de moslims zijn immers broeders van elkaar. En broeders beschadigen elkaar niet of haten elkaar niet. Daarom, beste broeders en zusters, zouden we goed moeten zijn in onze onderlinge relaties, in ons onderlinge gedrag. Het gaat er niet alleen om dat je naar de moskee komt en bidt en de Koran leest en in de praktijk gewoon een slecht mens bent in je gedrag ten aanzien van je medemoslims. Dat je jaloers bent en afgunstig bent en kwaad spreekt over anderen. Een moslim is immers een broeder. Moslims zijn immers broeders van elkaar. En broeders vertonen goed gedrag ten opzichte van elkaar. En ook het hebben van goede manieren en goed fatsoen behoort tot de verplichting van de islam. En kan niet losgezien worden van je dagelijkse verplichtingen. Verder wil ik nog één keer stilstaan bij het hebben van verkeerde vermoedens. Want wat zijn immers verkeerde vermoedens? Dat zijn als je iemand ziet waarvan je eigenlijk niet weet wie dat is, dat je al kwaad over hem begint te spreken en hem van allerlei dingen beschuldigt, terwijl je dit niet weet. Beste broeders en zusters, pas hiervoor om. Pas hiervoor op. En weet dat vele slechte daden die je verricht tegen een ander vaak voortkomen uit de tong. Dus daarom, houd je tong in bedwang en besef dat elk woord dat je spreekt op de dag des oordeels op de weegschaal ter beoordeling zal komen te liggen. O Allah, zuiver onze tongen van de slechte daden.